ثلاث شغلات تعلمتها بزمن كورونا. حط الكمامة و العب سبور لحالي وما فكر بكورونا. طيب نادين، أهم ثلاث صفات بالرجل بشكل عام. أكيد حنيته، مواقفه يكون عنده مواقف صلبة، وطبعا حب يكون بحب من قلبه. نعم، مواقف صلبة. جورج، أهم ثلاث مطربين لبنانيين حاليين. وائل كفوري، نصيف زيتون، أكيد رغب علامة. نادين، أهم ثلاث ممثلات لبنانيات حاليا. نادين نجيم، سيرين عبد النور، ورد الخال. جورج، أبشع ثلاث شغلات بالحياة. الكذب والخيانة والسرقة. فيهم شيء فيك يعني؟ أنا ما عندي منهم، أنا بكرههم. ما بتعرف تكذب؟ أنا بكرههم. ما بعرف. إمتى آخر مرة كذبت؟ هلا. اوكي، شفت شلون؟ شفت شلون علينا يا قلت لك زمان الدنيا انت هيك برهوني دغري يعني. ما انا كذبت فيها زمان الدنيا صراحه. حركات انت صابر. طيب نادين، اسوأ ثلاث شغلات بجورج. عصبيته، ما عنده اشياء سيئه، عصبيته عنده مليان والله. لا ما مشكله، في عنده شغله بس فيني بحكيها على الهواء. لا بليها هيك. لا قول لي بالمكتب. بليها مين بقول؟ لا خبرني. قلت لك بالمكتب اللي صار بالمكتب. جورج بلا خلينا. جورج، ابشع ثلاث شغلات بالحياه سالتك فيهم هدول؟ اي سالتي اياهم. اسوأ ثلاث شغلات بنادين؟ صراحة نادين ما عندها شيء. لا تعطيني هلا مثاليات. نادين عصبيتها ومرات بتندار. شو هاد؟ تندار يعني. تصدق اللي حد بتصدق اللي حواليها بتتخل. بتعطي إذنها يعني. ايه بتعطي إذنها صح. أبشع هي القصة، كثير بشعة. كثير بشعة، لأنه كنت ناوي أحكي لك شو حكوا عليك اليوم. شو حكوا عليك؟ حكوا عليك بلاوي. يعني حكيت صح أنا. إي طبعًا. شو حكوا؟ نادين، ثلاث عيوب بالدراما اللبنانية. احتكار لنجم أو محدد، مستغيبين كثير ناس مفروض تكون موجودة ولازم يشدوا شباكيبهم ويدفعوا مضبوط للفنان ليعرفوا. نجم محدد، جبتي سيرته قبل شوي، مرقت اليوم اسمه بالحلقة. عفواً. عم تقول احتكار نجم محدد. أنت قبل شوي قلت لك أهم ثلاث نجوم وحدا مرق اسمه منها ثلاثة. طبعاً. والله طبعاً. جورج، ثلاث كلمات لابنك. بحبك بحبك بحبك. حلو، أنا هيك توقعت. نادين، أقرب ثلاث أشخاص إليك بالوسط الفني. نادين جيم وماجي بغصن وورد الخال. ثلاث وردات لمين بتهديهم؟ بهديهم لأمي وبي وابني. لو معك 3 ملايين دولار لمين بتعطيهم؟ بعود على اللي صار عنا بلبنان بالانفجار، وبفتح مطبخ للناس اللي مش قادرة تاكل، وبخلي باقي معي لأكمل عيش. برافو. قديش نسبة الصدق بجوابك أنت بأجوبتك؟ 95%. 95. خليت الخمسة تبع جمال الداخلي والخارجي هيدا. نعم. زحطة. أنت 33 نقطة وأنت 36. ولا بكون مبسوط. اكيد مبسوط. جورج.